دكتور اسلام، التكنولوجيا سلاح ذو حدين، عايزه اللي يتعامل معاها يكون عنده وعي جامد قوي. التكنولوجيا طبعا نعمل ايه؟ طبعا نعمل حاجات كتير، وطبعا يعني اسمحوا لي برضو بحيي مجهود في وزاره الصحه الحقيقه، ودايما ملف الصحه والتعليم ملف مهم طبعا لانه بيمس كل البيوت المصريه طبعا. لكن التكنولوجيا النهارده الحقيقه بقت برضو ملف مش بناخده بشكل نوع زي من 20 سنه كده، نوع من الرفاهيه او الانترتينمنت او ان احنا بنمارس بعض الاعمال الخفيفه عليه. الحقيقه التكنولوجيا بقت جزء اساسي من حياتنا النهارده. احنا في على وسائل التواصل الاجتماعي اكتر من 5 مليار على مستوى العالم على منصات التواصل الاجتماعي. الحقيقه ده رقم ضخم جدا، في مصر تحديدا في اكتر من رقم واحد على الفيسبوك في المنطقه اظن. الفيسبوك اكبر عدد من المستخدمين، حوالي 3 مليار على مستوى العالم. طبعا التطبيقات كتيره، يعني مش عارف تنوعها، وكل فئة عمرية ممكن تكون رايحة لتطبيقات معينة. لكن النهاردة كل التطبيقات دي بيتم نشر كم من المعلومات ضخم جدا، مش ممكن ان احنا نقننه او ان احنا نقدر نراقبه. الحقيقة مش زي القنوات الإذاعة والتلفزيون، زمان كان في رقيب، اي حاجة بتتنشر لازم في رقيب، في حد بيتابع المحتوى بيراجع. كان في حاجة يعني بالكتير قوي اسمها الصحف الصفراء، اللي الناس اللي عايزة يعني تبعد شوية عن المسار السليم. لكن النهاردة السوشيال ميديا الحقيقة اي حد بيقدر يشير، واي حد بيقدر يبوست، والحقيقة ما فيش رقيب، وده على مستوى العالم. فالنهاردة بنقدر نتحكم في توجهات الناس، بنقدر نتعرف على أنماط الناس، بنقدر نغير في هوية الشعوب الحقيقة، وده بيتم. يعني خلينا نفتكر، يعني حضرتك بتكلم على التشريعات وكده، انا يعني عمال افكر في الخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا. يعني اليس من المنطقي ان انت لو كتبت مثلا غزه او كتبت حرب او كتبت دم، البوست بتاعك ما ينتشرش ويحصل تحجيم للاكونت بتاعك، ولو نشرت معلومه مضلله تنتشر؟ ما هو مش ده نوع من انواع يعني ازدواجيه المعايير؟ مين يتحكم في الخوارزميه؟ اسمع لي، الخوارزميه هي اداه في ايد اللي بيكتبها وبيعمل البرنامج بتاعها، هو بيبرمج الاداء بالشكل اللي يخدم مصالحه واهدافه. بالظبط كده، مفيش شك في كده. هو بيوجهك في اتجاهات معينه، بيقدر يتحكم في تفكيرك بطريقه معينه. هي الحقيقه قنوات او وسائل التواصل الاجتماعي ما بقتش النهارده، كنا بنتكلم من 5 سنين و10 سنين انها تتعرف على انماط الناس علشان تقدم لك المحتوى اللي انت عايزه. الشكل التقليدي بقى مصدر متلقي رساله، ما عادش ده صحيح. خلاص النهاردة بقى كل الناس ممكن تبقى مصدر للمعلومة. هي كمان مصدر، وهو كمان بيوجه المصدر حضرتك إلى أنه يوجهك في اللي أنت عايزه. اسمح لي ندي مثال بسيط، زي الأب والأم كده لما بيجي الطفل، ممكن نبقى عارفين هو عايز ايه من غير ما يقول، فيجي الطفل يقول له انتوا كنتوا عارفين ازاي ان انا محتاج ده؟ نقول له خلاص احنا فهمناك، احنا عارفين كل حاجه. النهارده هو بيجيب لك المحتوى اللي انت عايزاه، هو بيوصلك لكل البوستات اللي هو عايزها، وهو بيساعد في نشرها بشكل أو بآخر برضه، وبيحجم اللي هو عايز يحجمه. فالحقيقة هي وسائل بقت في منتهى الخطورة، بتغير هوية وثقافة، وبتوجه الرأي العام في اتجاه معين. خلينا نفتكر في 2010 لما الحكومة لم تتنبأ الحقيقة للخطر ده، وكان بنقول خليهم يتسلوا أو حاجة زي كده. الحقيقة النهاردة كنا بنتكلم في مليار، لا النهاردة بنتكلم في 5 مليار. الوسائل نفسها تنوعت بشكل كبير، ما بقاش بس الفيسبوك، احنا بعدنا منصات كتيرة وفئات عمرية مختلفة بتتناولها. فالنهاردة هذا الخطر الحقيقة احنا لازم نتنبه ليه، خاصة مع دخول حاجات تكنولوجيات جديدة زي الذكاء الاصطناعي. الحقيقة لما كمان بيتحكم في الخوارزميات دي وبيوجه، هنا بيغير الحقيقة في اتجاهات كتيرة جدا.